رايح. مش رايح لانه انا ما بصوم، مش هبصم، بتكلم عن نفسي. خالد توحيد عضو النادي الاهلي منذ عام 92. نعم. ما هو حجم مش عضو الجمعيه العموميه؟ ما هو حجم مشاركتي في صياغه هذه اللائحه؟ صفر. وانا اربأ بنفسي ان انا اروح ابصم. طيب مبدئيا انا لما بقول كلمه انا مسؤول منها، ولا بتوارى ولا بروح شمال ولا يمين، احنا لاين واحد بنتكلم. حضرتك بتقول عضو الجمعيه العموميه، على فكره اتشال من الفيديو امور انا قلت للمخرج وقلت لفريق العمل ما يشيلهاش، انا هكملها لحضراتكم. تكمله الفيديو اتقال ازاي اللائحه ما تجيليش على البيت، لان في مسؤولين داخل الاهلي قالوا ان اللائحه هنجيبها لكم لغايه البيت. يا بيه ده المايسترو العظيم صالح سليم كان متواضع وما كانش ديكتاتور، بالبعض عايز يصور ديكتاتور اللي هو ديكتاتور ويقول لك تجي لي لغايه البيت. هو مين حضرتك عشان نجيبها لك لغايه البيت؟ هو مين حضرتك اللي يقول لك الفيديو كامل وموجود وفي الحلقه الجايه هعرضه كامل عشان قلت لهم ما يتشالش؟ من ضمن الكلام اللي اتقال، انا هعلق على الكلام اللي اتقال الاولاني، لكن اتقال انا اتقال لي ان اللائحه هتجيلي لغايه باب البيت. ليه يعني يا اخي؟ ده اكبر ما فينا اخلاقياته عاليه ومتواضع وبيحترم الناس، ف يعني ايه تجيلك لغايه البيت؟ انت مش اهلاوي وخاف على مصلحه الاهلي تروح تاخدها اللائحه من النادي على راسك ريشه اجيبها لك لغايه البيت؟ هو في ايه؟ ايه اللي جرى في الزمن اللي احنا فيه؟ بالمناسبه حضرتك قلت انا عضو من 92 ومش بابصم ولا حد قال لي اشارك. حضرتك مش راجل قانون، حضرتك صحفي. في صحفيين كبار جدا وفي صحفيين وسط وفي صحفيين صغيرين لسه بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هصنف، كل واحد يصنف اللي يصنفه، لكن انا بكتب قانون. استدعي حضرتك ليه؟ استدعي رجائي عطيه المستشار، رجائي عطيه رجل قانون هيفيدني. استدعي قامه قانونيه، هستدعي محمد الدكتور محمد فضل الله خبير الراجل في اللوائح والناس اللي تستفيد منه في الامارات، هستدعي المستشار عبد المجيد محمود راجل النائب العام في مصر، كل دول ولاد الاهلي واعضاء في الاهلي، هستدعي الدكتور علاء مشرف بخبرته. النادي الاهلي استدعى 17 فقيه قانوني. استدعي صحفي ليه؟ عشان تساندني المقاله. وحضرتك بتكتب فين؟ لو ده المبدا، المايسترو صالح سليم قبل مباراه الترجي، قبل مباراه الترجي اللي الاهلي تعادل فيها بهدف سيد عبد الحفيظ وصعدنا المباراه النهائيه واخدنا بطوله افريقيا، قعد معانا اجتماع، الاجتماع اتقال لنا فيه حاجتين. لو انتوا بقى عايزين تعرفوا حقائق اسمعوا التاريخ. واتشرف وتواجدي في النادي الاهلي كان المايسترو صالح سليم كان موجود، كان الاجتماع في احد الفنادق في مصر الجديده، كان مدير الكوره الكابتن ثابت البطل، كان المدير الفني مانويل جوزيه. الكابتن صالح سليم قال لنا حاجتين، اللوائح لا تليق باسماء النادي الاهلي والدنيا اتغيرت فهنزود المكافئات شويه، والحاجه الجايه اللي انا جاي اقول لكم عليها مفيش ياس جوه النادي الاهلي، في حاجتين مهمين، ما ترميش ودانك للاعلام والصحافه، انت الاهلي. كل الاعلام والصحافه يجروا وراك انت ببطولاتك بانجازاتك. ما ترويش ودانك وعندي ثقه كامله فيكوا اللي انتوا هتصعدوا وهتاخدوا البطوله، ولما ترجعوا هصرف لكم مكافاه قبل النهائي في اللوائح الجديده اللي انا عملتها. حد عايز يقول حاجه؟ اصغر واحد يتكلم، وده اللي قاله الكابتن صالح سليم. فالمتغطي زي من شويه عرضت لحضراتكم، المتغطي بالاعلام واللي بيفكر اللي هو حد يسانده صدقني عريان. وده اللي علمه لنا المايسترو، لو انتوا بقى عايزين تعرفوا حاجات كتير نقول لكم. فمن هنا عضو من 92، امال العضو بقى اللي يزعل اللي هو من السبعينات بقى والثمانينات، ما هو ده يزعل اكتر منك. هو كل واحد يطلع الاعلام يطلع لنا بكلمتين؟ بالمناسبه ممكن انت حضرتك ما كنتش شاركت لان معروف انتماء حضرتك زملكاوي،
الاستاذ اللي اتكلم من شويه قدامكم في الصوره على مسؤوليه شادي محمد كابتن النادي الاهلي العاشق للنادي الاهلي العاشق للنادي الاهلي اللي بيخاف على كل نقطه جوه الاهلي هو وناس كتير. اما اقول لكم معلومه تصدقوها، الاستاذ اللي اتكلم هو زملكاوي. الاستاذ اللي اتكلم كان بيقدم الاستوديو التحليلي في قناه النادي الاهلي، ونجوم الاهلي العظام الكبار اللي حاولوا اللي بيتكلموا في الكوره كانوا في البيت، كانوا في البيت ما كانوش بيشتغلوا. انا مش من حقي اتساءل ليه، ماليش دعوه، بس لما اقول حاجه واقول معلومه لكل الاهلاويه والاعضاء الجمعيه العموميه اسمعوني، فما بتطلع علينا تقول انا مش هروح عشان بتدعو ان الناس ما تروحش، وانت بتقول انا عضو جمعيه عموميه. انتمائك الشخصي هو اللي طلع علينا، انتمائك لنادي زي. انا احترم الزمالك واحترم كل عضو زملكاوي، لكن النوايا ما اقدرش ادخل فيها. فحضرتك زملكاوي، انا بقول في قناه الاهلي اهو، اصل بقى ايه الشطاره، كل ايه كل واحد عنتر ماسك سيفه واحنا نستخبى، مش هنعمل كده. لا، الاستاذ زملكاوي وبيدعو اعضاء الجمعيه العموميه محدش يروح، وده تحدي جديد لاعضاء الجمعيه العموميه اللي الكل لازم يروح. كان رئيس قناه الاهلي في يوم من الايام وكان زملكاوي. طيب اقول ايه تاني؟ اقول لجمهور الاهلي ايه؟ اقول له حاجات كتير جوايا نفسي اقولها لك، وامشي ورايا وصدق. انا اسف، مش هقول كده. نفسي حاجات كتير احكيها لك جوايا، ومش بكذب عليك، انتوا الاهم عندي. وبخاطب رجل الشارع البسيط من الاهلاويه اللي بيوصل لي، اللي بيقعد في الحتت الشعبيه شغل قناه الاهلي وعاشق للاهلي ومتعصب للاهلي، دول بخاطبهم. ما بخاطبش حد بيقعد يتفزلك ومفكر نفسه صانع الامجاد وهو اساسا ما عملش اي حاجه للنادي الاهلي. وهنا اقصد المجاميع اللي على الصفحات المعموله اللي من اول يوم عشان تشتم وتغلط وما بتحترمش ولا رموزها ولا نجومها. الاستاذ كان طيب، هكلمكم كوره وتعرفوا قد ايه الواحد ذكي جدا وممكن. طيب انا النهارده كان الاستاذ اللي اتكلم من شويه بيدعو الجمعيه العموميه ما تروحش، اللي هو زملكاوي، كان قاعد في الاستوديو التحليلي والاهلي واخد الماتشات. طيب ممكن اسال سؤال؟ لو سالته حول لي خطه من 4-3-2-1 اثناء المباراه، حولها لي ل 4-4-2، هيقول لي ايه؟ وبيزعلوا يقول لك بتوع الكوره بيقدموا برامج هم اللي بوظوا الكوره. ما باظتش، سيبوا بتوع الكوره يكلموكوا في الكوره، مش هيكذبوا عليكوا. بتوع الكوره هيطلعوا عليكوا هيقولوا لكم افتحوا الاستادات. الشريف هيقول لك دخل الجماهير، هيقول لك خرج المحبوسين، ده بتاع الكوره. لكن لما اقعد في استوديو وابقى فنيات ماليش علاقه بيها، واقعد اسمع منك الفنيات والمصحف، انتوا اللي دمرتوا الرياضة 20 سنة، دمرتوا الرياضة. وفي الآخر أنا بقول أهو مرة تانية وتالتة ورابعة ومليون، زملكاوي يطلع بقى اللي يكذب ويطلع يقولوا اللي يقولوه. اسألوا اللي عاش جوه الأهلي ويعرف تاريخ الناس كلها. لو حضرتك دخلت 92 كنا بنلعب منتخبات ونزور النادي الاهلي واحنا لسه صغيرين في منتخبات اولمبيه ومنتخبات ناشئين، وصحفيين كبار قوي دلوقتي كنا موجودين، وكنت صغير في السن لكن اعرف انتماءات الناس كلها، واعرف مين اللي بيحب الاهلي بجد، واعرف ده راح المكان ده ليه، واعرف ده اشتغل هنا ليه. وتلاقي ناس مغيبة الطالب لحد زملكاوي يجي يشتغل في قناة النادي لو يقول لك مش عارف ايه. اقسم بالله اللي بقوله حقيقة. يلا بقى تاني، هي دي الحقيقة ومش هقدر اكذب، لان كل يوم قبل ما ادخل دعاء بيتقال، اللي مش هنقول غير الحق، مش هنكذب. انا عارف ان الكلام ده ممكن حد يزايد عليه، وعارف ان الكلام ده ممكن يضايق البعض، لكن انا ما عنديش استعداد. الظهير اللي ورانا جمهور الاهلي مش عايزين نخسره الحقيقي، ما ينفعش نكذب عليه. فالفيديو اتقال اهو،
انا عضو من 92 وما بصمتش واللي انا شايفه في اللائحه ولا مش عارف ايه صفر. ما انت هتشوف كل حاجه صفر لان دمك مش دمنا ولا لونك لوننا ولا حبك حبنا ولا تيشرتك تيشرتنا. اقولها لك تاني، ما هو لازم تقول اي حاجه في الاهلي لازم تقول صفر، لان ولا لونك لوننا ولا تيشرتك تيشرت ولا تيشرتك تيشرتنا ولا بطولاتك بطولاتنا ولا حبك حبنا. احنا كده بنعرف على طول نطلع الناس اللي ما... وبالمناسبه بيظهر في ناس تظهر في احد البرامج تلاقيها قبلها بست اسابيع قبل السنه ما تخلص يوزع ال 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 الجوائز على الكيف. لا يشرفني، انا مش بتاع جوائز، انا خدت جوائز مش لاقي لها مكان في البيت اشيلها فيها. يكفينا فخر الجيل اللي كنا معاه، ثلاثة وسام جمهورية، تالت عالم، افريقيا ايه عيسى حياته كان بيتضايق مننا من كتر ما زهقنا احنا بس اللي بناخد بطولة افريقيا. بس اكيد انت كنت زعلان. اكيد. اتصور كده. فالاهلي مش صفر، عمره ما كان صفر، ولما يطلع سيزون ما ياخدش حاجة يجي السنة اللي بعدها ياخد الخمس بطولات، ده الاهلي اللي مش بسرعة. فكله بقى بنسيب جلد الناس اللي احنا منها عشان بيحصل اخفاقات ونركز مع الاهلي وكل يوم مع الاهلي في ايه؟ فما عندناش غير ده نقوله قولا واحدا. فمن هنا هقول حاجه اخيره، فظهور في البرامج في التوقيتات المعينه والجوائز المعينه والناس كلها عارفه كده الواعيين، عملتوا ايه بال طب قضيتنا كانت الجماهير، عملنا كنت لسه ببتدي بقول بسم الله الرحمن الرحيم لما حد حاول رئيس نادي يقرب من البرنامج الاهلاويه انتفضوا، رئيس الاهلي انتفض، كل واحد اهلاوي انتفض، لان مش الاهلي اللي تدخل جوه البيت وتحرك الكوبايه دي زي ما انت عايز وده لا وده يمشي وده يقعد. عارفين ايه اللي حصل؟ احكي لكم. كنا عاملين حملة لا للتعصب، وأول ما عملناها دخل معانا 17 موقع بعد 3 أيام، يوم سابع ومواقع محترمة والمواقع التقيلة ورضوان الزياتي الجمهورية ومسا ودونا عايزين كنا نعمل حفلة لكن ما كملتش لأن كنا ناس بتحاربك مش عايزة جماهير، مش عايزة جماهير. أنا بحكي لكم واقع حصل. عارفين اللي بعدها حصل إيه؟ عملوا حاجة اسمها نفس الشخص اللي كان بيتكلم من شوية عملوا حاجة اسمها مدرجات مش عارف ايه. ده ممكن هم كأشخاص ما دخلوش فيها، ما سمعناش عنها اي حاجة، وقال لك المبادرة نجحت ومش عارف مدرجات بدون مش عارف ايه. اللي يجي يدعو الحاجة يبقى عنده ايمان. لما انا ادعو اساند النادي الاهلي فعندي ايمان وحب واخلاص للاهلي فحمشي ورا الاهلي عشان عنده حق. فانت كلكم ما عندكمش ايمان بالجماهير، ما عندكمش ايمان تعملوا حوار مع الجماهير، فتطلق لي مبادره وانت ما عندكش ايمان بحاجه معينه. هاتولي مقاله واحده كتبته عوده الجماهير، هاتولي استراتيجيه اتكلمتوا فيها على عوده الجماهير. لما جيتوا تقولوا عوده الجماهير من السنه الجديده قلتوا جمهور الاهلي يقعد في التتش 5000 ويقعد في الاتحاد السكندري في استاد اسكندريه يقعد 5000 والماتش بيتلعب في الانتاج الحرق، ولما الاهلي يجيب جون نجري على جماهير انا مش مصدق، مش مصدق عقليات بتعاملنا في 2017 بالكلام ده، والله ما مصدق. هتقولي واحد قال الجماهير محبوسه غير البرنامج ده، ومش عشان شادي محمد اللي بيقدمه، خلي بالكم منها يا سياده الوزير، اسال على الشباب ده شوفه لو غلطان سيبه ما تقربش، لو هو مظلوم اقف جنبه. الزمالك جمهوره نفس الموضوع، لو غلطان افرمه، لو ما عملش حاجه اقف جنبه. مش كلمنا الكلام ده، لكن يكلموك عن مبادرات ومش عارف ايه، ولا عمرهم ايمانهم داخليا مش مقتنعين بحاجه اسمها جماهير وتشجيع. يستنوا يقول لك شمروخ يا بيه، طب ما تعالجه اعمل معاه حوار، لو منظر كويس بس الشمروخ الواحد دوت
طب هو الشاب بيقول لك يعبر عن الفرح، طب ما تقول له دي غلط دلوقتي لغايه لما الدنيا تتظبط ونعملها بتوقيتات معينه. مين قال ده؟ مفيش. مش مذاكرين، مش عارفين، مش فاهمين. واكتر حاجه تسمعها زي القوانين، واحد يكلمك عن قانون وهو مش فاهم قانون. يا ابني ما انا عايز اسمع القانون من اهل القانون، عايز اسمع. ما انت مش هتفهمني هتقعد تكلمني، ما انت مش فاهم اساسا. الفهلوه مسيطره، المحسبويات مسيطره، الزباين الملاكي في البرامج مسيطره. نروح نشوف شبانه قال ايه.